بسبب الحرب في مالي ارتفع عدد اللاجئين الماليين بشكل متزايد خوفا من العنف أو من أن تطالهم الاشتباكات. مكتب الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية والدول المجاورة تستعد لوصول 400 ألف شخص على الأقل خلال الأيام المقبلة. هنا في مخيم بيرا شرق موريتانيا الذي يضم 55 ألف لاجئ من مالي، الأوضاع الإنسانية كارثية، إذ يعاني طفل واحد تقريبا من بين 5 أطفال من سوء التغذية وفقا للتقديرات الأولية. موريتانيا لا تريد هذه الحرب على أراضيها، جاء ذلك على لسان زعيم المعارضة خلال اجتماع في نواكشوط. نرفض شكلا ومضمونا رفض تام مطلق الحرب، لأنها لا مبرر لها، ولأنها ستعصف لا قدر الله إذا بدأت بموريتانيا. موريتانيا عززت وجودها العسكري على حدودها لمنع الإسلاميين من الدخول إلى أراضيها، واستبعدت نواكشوط أي تدخل لها في مالي، وهو الموقف الذي يمكن أن يتغير مستقبلا وفقا لمحاكاة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.